الموافقة على تقدير مقرر الحزب الجماعي رقم 10/17 والمتعلق باتفاقية شراكة بين جماعة المحمدية ومجموعة من الشركاء والمتعلقة باتفاقية أفريقيا غاز لا كومباني دونك بوكوفاج مونيتا لشريك جديد. 11 الموافقة على تعديل مقرر الحزب الجماعي رقم 34/16 المنتخب إلى الدورة الاستثنائية والمتعلقة بالموافقة النهائية على قرار فتح الطريق NO80 التي تتربط قنطرة واد الملاح بحقيقة ثلاثة ديال أربعة ديال النقاط أولا كعضو من مجلس البلدية ديال المحمدية من الكوطة النسائية كنلاحظ أن أختي وزميلة ديالنا في عضو المجلس وضع علامة ديال الامتناع على الفم ديالها. لا أعرف موقفها ولا أعرف من طبقتها ولكن لا يمكنني كامرأة إلا أن أتضامن معها. هذه أول ما أسجل هذا النوع من يعني العشوائية فيما يتعلق باستدعاءات الإجانب. يعني لا يمكن لا يعقل أن لا تحترم الآجال المخولة في إطار استدعاء اللجان بالأيام اللي كتسبق الاجتماعات. لا يعقل أن الناس كتستدعى في الليل باش تحضر لك الليل، راه الناس ماشي دايرين مرقة ومغطين وكيتسناو حتى عيد الأمراء، كل واحد عنده اهتمامات أخرى من غير المجلس، فبالتالي يجب يعني النظر لهذه المسألة. السيد الرئيس منذ 2016 وأنا تنوصي بأن هاد الناس نهدوهم بالعتاب بالآليات اللي خصو تشتغل، خاصة وأنا أتساءل بداية هاد الولاية كانت هناك مجموعة من الحاسوبات اللي هي ملفة فيها جور ديال الحاسوبات اللي هما بورتال بي سي بورتال. اسأل فين هما؟ لماذا؟ لأن كيضطروا الموظفين أنهم بعض الأحيان يشتغلوا على هاد التفريغ في البيوت ديالهم. علاش ما نعطيوهمش بي سي بورتال اللي يمشيو يخدموا به في ديورهم باش يسهلوا علينا العمل؟ إذا كنت سائل وأنا عندي معلومة على أن العناصر اللي خدات هاد الجوج حنا راه 15 ما عندناش الحق نديو آليات الجماعة لبيوتنا. إلا كان شي بي سي بورتال فالمعني به هو الموظف ماشي العضو. نفهم هاد النقطة العملية وما نجلس في المجلس تسوية إدارية. واش محتاجين في المجلس أنه دوز عندنا كنقطة في جدول الأعمال ونصوتوا على التسوية الإدارية ديال هاد العملية. ممكن نصوتوا على اتفاقية، ممكن نصوتوا على أشياء أخرى. أما غير نصوتوا على التسوية أنا ما فهمتهاش. وهذه مرة سنتين هي 8 ديال السنوات وهو باقي ما تعرف ما يدير ما يقدم ما يدير. هذا شيء غريب. هذا حنا نستنكروا لهذا الشيء، حنا نستنكروا، حنا غنصوتوا لهذه النقطة ونتحمل المسؤولية. السلطة السلطة تحمل المسؤولية ديالها، تحمل المسؤولية ديالكم كاملة. وانت 8 سنين انت خدام ما قدرتيش تجي ما قدرتش ترتب تعرض ولا قدرتيش تقتل. كاين فاش غادي تقول لك تعص انت لينا ما يمكنلكش انت كاع تعص. كون كنتي انت رئيس مسؤول ما تجيبهاش لينا هكا. كون كنتي انت رئيس مسؤول ما تجيبهاش بهذه الصيغه هذه. انت غير مسؤول، انت رئيس غير مسؤول، وانت رئيس غير مسؤول ما بقيش تضحكوا على الناس. انت ولا ساو كتبيع المدينه كتبيع فيها. والله يرضي عليك الحاج، خلينا نهضروا. واش مرة تتهضر؟ واخا خلينا نحكي. انت راه ملي دخلتي المجلس وانت كتهضر. انا مازال غنهضر. وعلى يوم كتهضر. غادي نوريك الفرده. الدور العادي شهر فبراير 2017.
وكاين سلطات الوصاية من حقها أن تؤشر على المقرر الصادر أو أن تقول بإلغاء هذا المقرر لمخالفة مقتضيات من مقتضيات القانونية. هذه الصيغة اللي كنقرا على المجلس. حنا هو المصادقة ديال المجلس عن إلغاء المقرر المجلس الجامعي رقم 10 17 المنتقل في الدورة العادية في شهر فبراير. المقومة في هذه النقطة هي أصلا غير قانونية باش نناقشوها من بدايتها. إذا كان كما قال السيد نجيب قال أن سلطة النساء أشرت أن لم تؤشر، فإن لم تؤشر على المقرر الأول فخصو يجينا عدم التأشير أو رفض التأشير. أنا مختلف من ناحية الصيغة القانونية مع السيد خرجي بقالي، لأنه تجربة وحتى الإشارة ديال السيد مبتدئ العمالة السي صالح تتقرر بأن كاين إشكالية قانونية. ما فهمتش انا حتى عرفتي علاش شنو ما فهمتش والصيغه فيها تعديل جات السلطه المحليه ثم كتهضروا الرئيس قال ان هذه الصيغه المناسبه داكور كان قلنا خاصها تبدل ما تبدلاش ماشي مشكل ولكن السيناجي كتقول لي ان اقتراح ديال فريق العداله والتنميه هو التعديل مع الالغاء راه فهاديك خمسه دقائق ولا انا ما فهمتش سيادتكم وليا في نفس الوقت الزوجه ديالكم وجهت بعض التهم وقالت الحرف انها كتجيري ان بيجي ديال 200 مليون قسم ديال التنشيط الثقافي والاجتماعي وان احد والله يخليك السيد انا نقول لك علاش نقطه طيبه لان قبيله اسمع ليا قبيله حتى شيتو احد المستشارين تاهموا غير مواطن عادي ما تكره كتاهم بان احد المستشارين كيتزها خاصك تقول لنا شكون اللي كيتزها احنا هنا وجات مزال فريق الاتحاد الاشتراكي بوحدو خاصها تقول البام كاين عداله في الاحرار خاصها تقول شكون اليوم كيتزها هذا ماشي موضوع الموضوع علاش تجيتي قبيله على المستشار ديال النظام المواطن عالي مي مرتك كتوجه التهم كتفرط فيها في الاذاعه هادشي عجبك ما اعطى الملكه وما اعطى اللجنه وهذا في سؤنيه لان استمرار لتعليم بعض المؤسسات الجمعويه والمدنيه ضد اقتراح اللجنه هذا المقترح ماشي ديال المكتب هذا المقترح ديال الفريق ديال وتكون عندك الجرأه وحنا غنمشيو غنناقشوا شكون اللي اقترح وشكون اللي ما اقترحش انت اللي بغيتي تحمل
المجتمع المدني وبرج المقترح، الفرق ديال المقترح ماشي المكتب. ربكم على النقاش هذا، انا كنربط موضوع الميزانيه مع النقاش ديال الجمعيات والمنح. مساله اخرى السيد الرئيس اللي هي متعلقه بالشباب، المره اللي فاتت انت السيد الرئيس كتعطي فلوس كيدعوك الناس، للاسف كتعطي فلوس كيدعوك الناس. المره اللي فاتت المكتب السابق صرف 500 مليون سنتيم، 500 مليون سنتيم هي الميزانيه اللي طلع بها هذاك الواتساب السريع ديال الواتساب. شئت هذا ان ابيت فانا رئيس اللجنه. ثانيا، كيفاش نكون انا في المعارضه وكنسير لجنه؟ هذا سؤال ولا متماس يمكن تسيطر المشرع المغربي. سيطر البرلمان قول لهم ما تبقاوش تعطيو اللجان المعارضه ويعطيوها لك انت، ماعنديش مشكل. قلنا لنا من التقرير يبان لكم بانه كان طويل مش ديال الوقت. التقرير قالوا ولا باش كيعاود لنا في هذا الشيء؟ الأعضاء الحاضرين والستة، وإلا كانوا الإخوان ديال العدالة والتنمية كانوا يمتنعوا، كانوا يرفضوا. إذا التصويت كان 6-6، فلماذا تحمل المسؤولية لطرف على طرف آخر؟ هذا السؤال. التصويت بإجماع أعضاء اللجنة التنمية عندهم ربع الحقيقة، وأنا أقدر الفعل عندهم ربع الحقيقة، ما عندهمش الحقيقة كاملة. لأن هذا الشيء اللي جا اليوم وتعديل اللجنة وكيفاش مشى وكيفاش جا، خصنا نهضرو في التفاصيل. لذلك سأطلب من السيد الرئيس يقول لنا يوم انعقاد اللجنة. تسأل السيد الرئيس، أنا خصك تجاوبني على هذا السؤال. لذلك انا تنطلب من السيد الرئيس يقول لنا ويقول للمجلس متى بدا التفاوض في موضوع الملح. ونهار عقدنا اللجنه يوم 12 اكتوبر، اين كان السيد الرئيس ونائبه الرابع بين الوحده وجوج ونص؟ السؤال الاول. السؤال الاول، نهار عقدنا اللجنه كان مع السيد الرئيس في الويجي. هذا مسير الرئيس، اسمحوا لي الاخوان، خليني نكمل. واش تتعرفوا الاخوان في المجلس؟ بانه جاونا بانه المكتب صوب مقترح عندنا، ماشي هو المقترح اللي سيفتو لنا اللجنه.